إذا أنت حابب تجي على كندا بأسرع طريقة وأسهل طريقة وما عندك مصاري، فأفضل حل إنك تلقى عقد عمل. في هذا الفيديو باش نشارك معاكم واختصرت لكم أفضل مواقع مجانية اللي تلقاو عليها عقود عمل في كندا وانتم من خارج كندا وبزيرو مليم، يعني ما تدفع ولا مليم وتجي على كندا. طبعا من خلال عقود العمل هذه بعد سنتين تقدر تقدم على الإقامة الدائمة. ماذا يعني الإقامة الدائمة؟ تصبح مقيم دائم في كندا، يعني من خلال تحصلك على الإقامة الدائمة بعد 3 سنوات فقط تتحصل على جواز السفر الكندي، يعني تصبح مواطن كندي. وخلينا نفسر لكم أكثر، يعني من خلال عقد عمل بعد سنتين من اشتغالك بعقد العمل هذيك تقدر أنك تقدم على الإقامة الدائمة. بعد تحصلك على الإقامة الدائمة بعد 3 سنوات تتحصل على جواز السفر الكندي، 5 سنوات فقط وستتحصل على جواز السفر الكندي وتصبح مواطن كندي ويكون لديك الحقوق مثلك مثل أي مواطن كندي هنا في كندا. أول معلومة لازم تعرفوها إنه كندا حاليا في بحث متواصل لاستقطاب العديد والعديد والعديد من العمال والمهاجرين في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه هناك نقص كبير من العمال ونقص كبير من اليد العاملة في كندا، وخاصة في المواقع النائية في كندا مثلا، خصوصا في شمال كندا لأنه الطقس برد جدا. فالعديد من الناس يعني يهربوا من المناطق هذه ويمشوا المناطق أدفأ شوية، فيكون نقص كبير من العمال في المناطق هذه. في الفيديو هذا باش نختصر لكم أفضل وأحسن المواقع المجانية اللي تنجموا تلقاو عليهم عقود عمل وتجيو تشتغلوا وتعيشوا في كندا. لازم تعرفوا أن عقود العمل في كندا راهي موجودة في عديد المجالات وفي عديد الاختصاصات. ومعلومة أخرى نحب نفيد بها العديد من الناس، أنه راهو عقود العمل في كندا راهي 100% مجانية. يعني إذا في يوم من الأيام إجاك شخص وقال لك في عندي عقد عمل بكندا بس لازم تدفع فلوس ولا لازم ندفعوا للشركة ولا لازم ندفعوا لشنو، أعرفوا راهو الموضوع فيه تحايل والموضوع فيه انهم باش ياخذوا لك فلوسك، لانه عقود العمل في كندا راهي عقود عمل مجانيه، ومش مجانيه فقط، راهم يتكلفوا يدفعوا لك فلوس الطائره، تذكره الطائره، يدفعوا لك فلوس القدوم نتاعك هنا، يتكفلوا بيك في الرحله نتاعك الكل، واي مصاريف نتاع مثلا معاملات نتاع اوراق راهي مجانيه 100%. كيفيه البحث والتقديم عن فرص العمل هذه على المواقع اللي انا باش نقول لكم عليها في هذا الفيديو هي سهله جدا، تشوفوها معايا. الحاجة الوحيدة اللي لازم تكون متوفرة وجاهزة عندكم هو سيرة ذاتية بمواصفات كندية، لأنه مثل ما سبق وقلت لكم في فيديو فارتا أنه السيرة الذاتية الكندية هي مختلفة عن السيرة الذاتية اللي نستعملها في عدة بلدان أخرى في العالم. فلذلك السيرة الذاتية اللي لازمك تستعملها عند التقديم على فرص الشغل هذه لازم تكون سيرة ذاتية بمواصفات كندية. وإذا أنتم مهتمين بالهجرة إلى كندا وحابين تعرفوا أكثر معلومات عن كيفية القدوم إلى كندا بأسهل طريقة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم إشعار أول ما أنا أنزل فيديو جديد عن كندا، وأيضا أعملوا مشاركة للفيديو مع أي شخص تعرفوه مهتم بالقدوم إلى كندا. إذا عندكم أي أسئلة خليوا لي أسئلتكم بالتعليقات. أول موقع سوف نتحدث عنه اليوم وهو يعتبر من أفضل المواقع الموجودة حاليا، الموقع هذا اسمه جوب بانك وهو موقع حكومي من الدولة الكندية، وعقود العمل الموجودة على هذا الموقع هي عقود عمل مجانية 100%. وهذا الموقع فيه أكثر من 150,000 وظيفة شاغرة موجودة كعقد عمل على هذا الموقع، أي يعني الفرص متاعكم أنكم تلقوا عقد عمل هي فرص كبيرة جدا. عملية التقديم سهلة جدا، أولا لازم نضغطوا على كلمة Advanced وتطلع لنا هذه الصفحة، وبهذه الطريقة نقوم احنا باختيار المعلومات اللي تخص عقد العمل اللي احنا نحبو نلقاوه. مثلا نجم تختار المكان اللي انت تحب تشتغل فيه، تنجم تختار مثلا الوقت اللي تحب تشتغل فيه، تحب تشتغل بالنهار او بالليل، تنجم تختار اللغة، تحب تحكي انجليش او فرنسي مثلا او الاثنين. تقدر ايضا تختار نوع العمل، مثلا عمل دائم permanent، والا مثلا بدك عقد عمل لمدة معينة سنة او سنتين، احنا الافضل انك نحطه permanent contract يعني عقد عمل دائم. بالطريقة هذه نجم نتحصلوا على الإقامة الدائمة بعد سنتين، وبعد 3 سنوات نجم نتحصلوا على جواز السفر كما سبق وحكيت في أول الفيديو. وفما أيضا إمكانية أنك تختار الراتب السنوي، مثلا في السنة حسب التقريب قديش تحب الراتب متاعك يكون، مثلا من 20,000 دولار حتى 39,000 دولار، أو أكثر من 60,000 دولار حتى 79,000 دولار، وإنت تختار الخانة اللي تناسبك. تنجموا تختاروا زيادة العمل يكون من البيت، أو مثلا يكون أنك موجود، أو يكون virtual job، يعني تختاروا
كيف ما قاعدين تشوفوا في الشاشة، تزيدوا تنزلوا تحت في الصفحة من لوطة، وهنا نلقاو المويقة. مثلا تختار المقاطعة اللي انت تحب تلقى فيها عقد العمل وتحب تسفر لها، أونتاريو، يكون، كيبيك، ساسكاتشوان، على حسب رغبتك انت وعلى حسب المقاطعة اللي انت تحب تعيش فيها. وأهم حاجة في الموضوع أنه كنزيدوا ننزلوا في الصفحة من تحت باش نلقاو intended applicants. شنو معناها؟ لازمنا نختاروا Canadians and international applicants، يعني كنديين واللي من خارج كندا زادا يقدروا انهم يقدموا على فرص العمل هذه وعلى عقود العمل هذه. يعني هذه اهم نقطة في الموضوع، والطريقة هذه العديد من الناس يجهلها عند البحث عن عقود عمل. بعدين ننزلوا على كلمة بحث، وهنا يطلعوا لنا عقود العمل اللي احنا اخترنا المميزات متاعهم. مثلا نلقاو موجود عقد عمل مثلا طباخ، موجود ايضا نجار، موجود ايضا دهان، العديد والعديد من عقود العمل موجودة في هذا الموقع. في ايضا موجود عقد عمل لمساعد شيف في المطبخ، مساعد طباخ، ايضا في عملاء تنظيف، في سوبرفايزرز، في نجارين، في الريتيل، العديد من الوظائف موجودة على هذا الموقع. نقوم بالضغط على عقد عمل الشيف الطباخ ونشوفوا المؤهلات شنو بالضبط وشنو اللي لازم يكون متوفر عندك باش تقدم في عقد عمل كيف هذا. مثلا يحطوا لك هاكا ساعة العمل متاعك $20 بالساعة، المكان في إدمنتون، الوظيفة واحدة بس متوفرة، وعقد عمل دوام كامل. نزيد نقوم بالنزول إلى تحت. لازم تكون تحكي لغة إنجليزية، لازم تكون عندك خبرة من سنة أو أقل حتى من سنة، حتى 7 شهور عادي جدا، ولازم تكون اشتغلت في مطعم مثلا. قوموا بالنزول تحت، يعطينا أكثر معلومات. قوموا أنتم بقراءة كل المعلومات، أهم حاجة اللي هي other candidates with or without a valid Canadian permit work permit. يعني حتى لو أنت ماكش في كندا وما عندكش ترخيص بالعمل، تقدر أنك تقدم على عقد العمل هذا. طريقة التقديم سهلة جدا، هو أنكم تبعثوا السيرة الذاتية متاعكم إلى الإيميل الموجود حاليا. كما نجد أيضا عقد عمل Early Childhood Educator اللي هو رعاية الأطفال، اللي هما تقوم بتدريس أو رعاية الأطفال اللي يكونوا من سن 18 شهر حتى 4 سنوات أو 5 سنوات. كيف ما قاعدين نشوفوا، الساعة $21، المكان في بريتش كولومبيا، طالبين 3 applicants، يعني السنة لازم تكون عندك سنة خبرة بس، ونفس الشيء طالبين ناس من خارج كندا. طريقة التقديم هي نفس الشيء، تبعثوا السيرة الذاتية على الإيميل الموجود بالصفحة. عقد العمل هذا مفتوح إلى أجل 15/3/2024، يعني مازال في إمكانكم التقديم. ثاني أحسن المواقع التي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو هو موقع كيبيك أون تيت. الموقع هذا يخص مقاطعة كيبيك في كندا، يعني إذا أنت تتحدث اللغة الفرنسية فالموقع هذا إليك. في الموقع هذا أيضا عقود العمل مجانية، والموقع هذا هو من دولة كندا ومن مقاطعة كيبيك تحديدا. أولا نضغط على الصفحة متاع كيبيك تطلع لنا الصفحة الأولية، نقوموا بالضغط على كلمة تخافايي، وبهذه طريقة تكون عنا لائحة كبيرة من عقود العمل الموجودة على هذا الموقع. من عقود العمل الموجودة مثلا في عقد عمل الميكانيكي تصليح شاحنات، يعني أنت إذا كان عندك تجربة متاع تصليح شاحنات واشتغلت في هذا المجال تقدر أنك تقدم على عقد العمل هذا. وبمجرد الضغط على عقد العمل ستكون الصفحة اللي بعدها فيها أكثر معلومات على العمل، مثلا الشركة اللي تستقطب، الساعات العمل كم في العقد العمل هذا، 40 ساعة، الراتب بين كم وكم. طريقة التقديم سهلة جدا، ما عليك انك تفتح حساب مجاني اكيد على الموقع هذا وتقوم بالتقديم، والتقديم يكون من خلال انك تحط السيرة الذاتية اللي هي بمواصفات كندية. ثالث اهم موقع للحصول على عقود عمل بكندا هو موقع مونستر. تكتبوا كلمة مونستر على الجوجل تخرج لكم الصفحة الرئيسية مثل هذه بالضبط. موقع مونستر هو يعتبر من أحسن المواقع الموجودة حاليا للحصول على عقود عمل. كيف نجد عقد عمل؟ نقوم بكتابة اسم عقد العمل، مثلا كتبنا شيف اللي هي طبيخ، وهنا مثل ما احنا شايفين تطلع لنا ليستة طويلة من عقود العمل الموجودة تحت هذا المجال. للتقديم على عقد العمل هذا نقوم بالضغط على Quick Apply، وكل ما عليك القيام به هو تحميل السيرة الذاتية التي هي بمواصفات كندية فقط. حاولوا قدموا على أكثر من عمل، وهذا بشي يعزز أكثر الفرص متاعكم باش انكم تتقبلوا على عقود العمل هذه في كندا.
موقع آخر تنجموا تلقوا عليه عقود عمل في كندا وهو موقع جوبيليكو. الموقع هذا من أفضل المواقع الموجودة حاليا، وتتوفر فيه العديد من عقود العمل المجانية والمتاحة حاليا. تقوموا بالبحث، كتابة مثلا المجال اللي حاجتكم باش تلقوا فيه عقد عمل، وتختاروا المكان. مثلا انا باش نكتب كندا، تنجموا نتوما تكتبوا بالتحديد مثلا المقاطعه اللي نتوما حابين تروحوا لها، وهنا تخرج لنا ليسته طويله من عقود العمل الموجوده على هذا الموقع. كيف تتم عمليه التقديم؟ عمليه التقديم سهله جدا ومماثله للموقع اللي شفناه قبل هذا. كل ما عليك القيام به بس الضغط على فرصه الشغل اللي تناسبك، وتنزل على apply now باش تقوم بتحميل السيره الذاتيه، وتكتب اسمك بالكامل، وتكتب اسم البريد الالكتروني او الايميل. كانت هذه من احسن وافضل المواقع اللي تلقاو عليهم عقود عمل مجانيه في كندا، وباش تعزوا الفرص نتاعكم حاولوا قدموا على عده مواقع وعلى عده فرص شغل. هذا يخلي عندكم فرص اكثر باش انكم تتقبلوا وتجيوا تعيشوا وتشتغلوا في كندا. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناه، واذا تعرفوا اي شخص مهتم بالفيديو هذا ابعثوا له الفيديو، وحظ موفق للجميع. واذا كان عندكم اي اسئله خليوا لي اسئلتكم بالتعليقات.